السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، هذا المجموعة الإبل اللي كتشوفوا في الفيديو قصتهم قصة، وغنسمعوا اليوم فضيحة جديدة كيتخبط فيها براهمات غالي وقياديين ومسؤولين البوليزاري. وهذا الفضيحة عندنا عليها شهادات جديدة، شهادات عناصر بوليزاريو، وبدوري جبت لكم شهادات انا تواصلت مع صحراويين كانوا كيعيشوا في مخيمات تندوف وزودوني بعض الحقائق. المهم باش نحطكم في صلب الموضوع، هذا المجموعة من الابل، هذا الابل اللي كيظهر لكم في الفيديو، هادو كانوا تبرعوا به بعض المحسنين منهم جزائريين على جرحى ميليشيات البوليزاريو. وهاد جرحى ميليشيات البوليزاريو هم بين قوسين ما يسمى مقاتلي البوليزاريو اللي كيتجرحوا في الحرب ضد المغرب. وجرحى البوليزاريو في مخيمات تندوف كتار، منهم اللي مقطوع له كرعيه، رجليه، ايديه، اللي مصاب، اللي اصبح معاق، اللي عاجز عن التحرك، عاجز عن العمل، عاجز عن جلب لقمة عيش لا ليه لا لهلو. وبالتالي هاد المحسنين تبرعوا لهادو الجرحى كاملين ديال مجاريح البوليزاريو باش يجلبوا منهم على الاقل ديك لقمة العيش باش يواصلوا العيش. بمعنى هذا الابل اللي تبرعوا به هاد المحسنين خاص هاد المجاريح، ماشي هاد الابل يعني الجمال يذبحوهم ولا يبيعوهم، لا، باش يرباو في بعض المناطق في مخيمات تندوف وبالتالي يحربوهم، يعني يعطوهم اللبن والحليب ويتم بيع هذا الحليب يوميا وبالتالي يعيشوا به، ماشي باش يبيعوهم ولا يذبحوهم ولا يبيعوهم الحملة، يخرجوا منه فقط الحليب واللبن وبالتالي يجلبوا منه واحد القوت معيشي يوميا. وهذا الصدقة اللي تصدقوا بها بعض الجزائريين تصدقوا بها قديما من التسعينات، وعطاو واحد القدر من البل نجات وجمال وحوار ورباوه في مخيمة تندوف وتوالدوا وتكاثروا. وهاد القطع من البل خاص هاد المجاريح وتكاثر فعلا، كان تقريبا 27 وربما تحول حتى 40 راس من الابل، وفعلا كانوا يعيشوا منه لمدة طويلة من التسعينات. ولكن هاد الايام تغيرت الامور، هاد القطعة من البل باعوها قياديين ومسؤولي البوليزاريو، باعها بالضبط برهمات غالي، مشى بها احد اسواق الجزائر في تندوف وباعوهم دون استشارة هادو الجرحى والمجاريح البوليزاريو، ما راعوا لهم نهائيا ولا حاروا فيهم ولا عطاوهم قيمة، مشاو باعوهم وغبضوا فلوسهم. وهذا القضية اثارت غضب بعض مقاتلي بين قوسين ميليشيات البوليزاريو سابقا، بالضبط منهم المجاريح اللي كانوا كيعيشوا من هاد القطعة من الأبل، فجأة تقطع لهم باب الرزق وبالتالي عادوا يسولوا ويفتشوا جبروا، لأنه براهمات غالي باع هاد القطعة من الأبل وقبض فلوسها. هنا الخوت غنرجع لكم للماضي، تخيلوا على أنه هادو الصحراويين اللي انطلقوا من الصحراء المغربية ومشاو المخيمة تندوف ولا زاد مشات بهم البوليزاريو، ما مشاوش على أنهم فقراء، لا، كاين وحدين منهم مشاو بسياراتهم وبقطع من الإبل ومشاو من العيون ومن بعض مناطق الصحراء مشاو في اتجاه مخيمة تندوف. فمن وصلوا لمخيمة تندوف قيادة البوليزاريو قبضت لهم ممتلكاتهم وحيوانهم وباعتهم وقالت نبنوا به المؤسسات وخلتهم فقراء كيعيشوا على الاسترزاق والمعاناة في مخيمة تندوف. كذلك حتى بعد مرور سنوات إن لم أقل عقود على وصول الصحراويين في مخيمة تندوف، كانوا بعض الصحراويين في مخيمة تندوف عندهم قطعان من الإبل، وكان في يوم من الأيام جا البوشير مصطفى السيد وسرق لهم هاد قطعان من الإبل ومشى يبيعها في موريتان، وبالتالي اغتنى من خلال خيرات الصحراويين وحيوان الصحراويين. وهذا الشيء غنسمعوا عليه تسريبات صوتية سواء قديمة سواء حديثة اليوم. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. مرحبا وسهلا علي بريش، شو ماس ياك ما عنك بس ياك ما وجعك شي البويشير بسريريك
يعقل عيونك ساعاتي ناس تسد اخبار ومزنة صغيري جيل التسعينات. الله اللي سرق نشهد له مشهد ذوك الساعات منين سرق قطعة البل شري اسم البل حق وشبيها شور مويتان جاوه صحراوي يدفن ولا تقول جاي ياسر من الناس كاو فضح حمرو عاد يرد قطعة البل ما عنده باش يوذيك انت يوذيه الا هو معدوم الشرف معدوم الكرامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الشعب الصحراوي مكافح صوت النخبة. هذا تقريبا هذه هي اللي جبرنا احنا عن 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 قطعة البل هذه عددها 18 وفيها فيها حوارين اللي هي فيها شايلتين اللي هما يكملوا العشرين ذوك الحيران مجموع البل اللي صاقت يوم الأربعاء الفايت من مركز الشهيد الشريف قايس الرابوني. قالوا لنا اعلنوا الأمين العام هو اللي اعطى الأمر على انها تمشي شور ذيك اتجاه وعلنها سمعوا علنها تنضم على وزارة التنمية غير هذه اللا السماعية. اعلنها هي ما وخول للرئيس على انه يتصرف فيها من طرف الجمعية هذه قايلها المحجوب الله اعلم. احنا علينا لا ننقل لكم من 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 ارض الواقع من ارض الميدان. احنا مشينا الى مدرسة الشهيد الشريف هذا الكلام اللي ردوا دريك ردوه علينا اطارات مدرسة الشهيد الشريف. احنا مسؤولين الا عنا ننقل لكم الخبر كما هو ما نبالقوا فيه ما نزيدوه ما ننقصوه. هذا هو تقريبا وان شاء الله نعود انجزنا المهمة على احسن ما يرام وبذلنا فيها مجهود وان شاء الله التوفيق ان شاء الله والسداد والنجاح للجميع. الامين العام اللي مشوف عليها اللي اعلنوا بدلا من يقالهم بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا دام سود الصحراويين كاملين اللي منهم يفهم والمنهم ما يفهم والمنهم يقرأ والمنهم ما يقرأ والمنهم مناظر والمنهم باغي استغلال الصحراء. مسوي لكم عند الغاضي اللي يعطي تحليل إبل أهلا في المعركة ومشاريح علي يخلقوا وبراليزي علي يخلقوا وينقال عنها الغاضي حلل بيعها ولا حلل باش ترجع للصندوق. البل ما هذو المشاريح اللي افناو كامل اليوم ولا هذو البراليزي اللي افناو اليوم خالقين الحرب اللي مستمرة والله يرجع الصحراويات لا يعود فيه المشاريح ولا يعود اصحاب براليزي ولا يعود غيرهم والغير غيرهم. يا اخوتي عودوا مسلمين مولانا وتعود رابقتكم الشريعة وقوموا بنهض على الواقع الشين المزري يبقى حيوان اللي احنا ايش عندنا وما انا ما نقوم كانوا ننمو لمشاريحنا ونعاونوهم ونعاونوا براليزينا ونعرفوا عنهم في اليوم وفي مقدم الاستغلال ما فات قبل حمزة باش تولي البل الصندوق الدولة ولا تولي وهذا غادي عاد حللها والله قادر الكلام راهو موسم بين الحل والحروم به اللي إذا رحمة الله علينا وعليه اللي محبس الحيوان محبس على أصحاب براليزي ومشاريح ونحن مزلنا في حرب حرب شديدة إلى أن ما سنب الحرب تنقلنا وتنباع الحيوان نرجع لكأس الدولة. ما دامت ولا دام ذي الناس ماشية في المعركة وماشية في الدفاع عن الوطن الشهداء يخلقوا الصبح والمشاريح يخلقوا النهار الثاني والجرحى والباراليزي يا كل اللي عدنا فينا بالحرب مات لخالق الحرب هذا شيء ثاني. إلى عدنا مازلنا داخلين حرب دروسة يا لا تعاون الناس ويا الرئيس لا يحرك سلوكه عند اللي بتعود ياسر ياكل الجرح المجارح يجبروا البنها وياكل الجرح المجارح يجبروا الحمها وياكل عاد الباراليزي يجبروهم. وهذا راهو يا اخوتي راهو منين يقولوا حد ينصرفوا عن الوهين
وينغلقوا عن المسامع ولا يقدر يسمع حد ولا يقدر يقول مرحبتي بيكم وسهلا يا الناس يا موت محمد. هذا موت محمد السمع على الظلم. فهمتوا؟ هذا حيوان اولادكم. يا كل اللي اعتبرك في الحرب والله ما تينا فيه قولوا هانا يا خوت. الى ان نزلنا في الحرب ما فات حل في الحيوان. يسمعوا عليك مؤسسه اللي قالها مؤسسه المجاريح وبريش. ومرحبتي بيكم وسهلا وطول الامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الشعب الصحراوي المكافح. حسب كلام الإطارات الاثنين قالوا عنهم بالإجماع والله زاد بالأغلبية من نزلاء مدرسة الشهيد الشريف، إطارات ونزلاء أعلنهم توافقوا أعلنهم يبيعوا يفتصلوا مع البي الكاملة، يفتصلوا معها كاملة يكون ذل للجمعية. هل هذه البن اللي معطية من طرف الجمعية اللي شارطة هذه الشروط ناذيها ما ينباعوا وهذا وتم دائما تنمى فما تيها لصالح هاي المجموعة. المهم هم قالوا هم ما قالبهم ما ذكروا علن قالبهم علفة ولا ذكروا علن قالبهم الراجل اللي كان متقابل معاها خلاصه ولا ذكروا اعلن قالبهم شيء في هذا الاطار ذا هو لا قالوا عنهم باقيين تخلصوا من شيء الا وديعة هو ما هم ملكية لهم هم خاصة وانما كي الحبس. نسقوا مع واحد يقولوا له محجوب من الأئمة الصحراويين ونسق لهم على الجمعية وقال لهم اعلن هذه البل اعلنهم الراجل اللي كان رئيس الجمعية رحمة الله علينا وعليه الله يواليه بالرحمة والغفران وجنة الرضوان مات لخالق وبقات مجموعة ثانية وراه وذيك المجموعة لوراه قررت اعلنها هذه المنحة اللي كانت ممنوحة لمدرسة الشهيد الشريف اعلنها تنعطى للأمين العام للجبهة ويتصرف فيها هو حر في تصرفه فيها. هون الأمين العام للجبهة ما ردها وقال لهم انتم هذه راه الله يبلكم وكانت عندكم وكانت تلا مثلا منيحه اضريك عادت لكم انتم شرع لهم ملكيتهم. نعم الامين العام ما شرعها مشالها رقاش وصاقها وراهي موجوده حالا شرق وزاره التجهيز فكوارف.